شو أحسن طريقة لحتى أحكي اللغة الإنجليزية؟ كتير أشخاص بيسألوا هذا السؤال. أول ستيب أو خطوة بدنا نقوم فيها هي إنه ما نخاف إنه نتعلم لغة، ونحط ببالنا إنه اللغة هي أداة للتواصل، أوكي؟ وحط ببالي أنا إنه ممكن هذه اللغة تغير لي حياتي وتغير لي وضعي للأفضل، إن كان بالشغل أو إن كان بالسفر. فأنا لازم أعطيها وقتها، ولازم أكون مقتنع إن اللغة بتساعدني بحياتي، وما خاف إنه أنا بيوم الأيام يمكن غلط، يمكن أحكي شيء غلط، ما بيأثر. كلنا خلقنا ما حدا خلق متعلم، كلنا خلقنا وتعلمنا شوي شوي كيف نحكي، إن كان اللغة الأم أو اللغة الثانية، عربي أو فرنسي أو إنجليش أو whatever. تاني شيء قصة السكيلز أو المهارات باللغة. عندنا نحن 4 مهارات، اللي هن speaking تكلم، listening الاستماع، reading القراءة، writing الكتابة. أنا لحتى أقدر أحكي لازم أسمع أشخاص عم بيحكوا اللغة، فضروري مرن الأذن ومرن الدماغ على هيدا اللغة لحتى يصير دماغي يدرك هيدا اللغة وتصير أسهل علي كلمة سمعتها. كمان نفس الشيء reading، بلش اقرأ حتى لو اشياء بسيطة، اقرأها وعيدها واخذ notes، اخذ notes يعني ملاحظات لأقدر أنا أرجع أتذكرها بعدين. تالت طريقة اللي هي فيني أحفظ بالنهار 5 كلمات أو 5 مصطلحات للconversational English، للمحادثة، بيساعدوني وبيسهلوا لي حياتي. كل يوم اكتب 5 واكتبهم على ورقة وارجع عيدهم، أوكي؟ إذا كل يوم عم بتعلم 5 كلمات أو 5 مصطلحات بالشهر عم بيكونوا 150 مصطلح، على المدى البعيد بالسنة 1800 مصطلح، which is great. هذا الشيء كتير منيح كبداية، وهي المعرفة تراكمية بتكون، ما في شيء بيصير بين ليلة وضحاها، بدنا نعطي لحالنا وقت ونعطي للغة جهد ونعمل براكتس لنقدر نتعلم أسرع ونتعلم بطريقة أفضل. آخر شيء ضروري يكون في عنا انتباه لللفظ، نحن عم نلفظ الكلمة، فلما نسمعها نتعلم اللفظ الصحيح من البداية. في كتير أشخاص بيحكوا اللغة، يعني أنا كمدرسة لغة إنجليزية عم بصحح أخطاء أكثر ما بعلم لغة. يعني في كتير ناس بتكون بتقرأ الكلمة بطريقة خاطئة لأنه هي هيك تعلمتها من الأساس. فنحن إذا ما نتعلم لغة صح، نتعلم اللفظ الصحيح من الأساس لنسهل العملية على حالنا. مش ضروري يكون عندنا الأكسنت اللي هي كنديان أوستراليان أو whatever، هيدي بتجي مع الوقت وبتجي بعدين مستويات متقدمة، but at least على القليل يكون عندنا لفظ الحروف صحيح، مثل this مثلا، thank this that، أوكي؟ وباقي الحروف. بتمنى يكون هيدا الفيديو شوي ساعدكم. طبعا ما ننسى أنه اللغة بدها وقت،